شو انسى قلت لكم ركزوا والصور تطلع صورة مو بضرورة يسمعني. طيب في أي لعبة فكرية ترد عبارة كش ملك؟ هل هي في الداما في السودوكو أم في الشطرنج؟ لو حد لك كش ملك، كش ملك سهام، كش ملك يا مريم. في ناس لسه عم تفكر. معز 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 من تونس جاوب. أنا حبت معز. أيوة معز جاوب. طبعاً كش ملك هي في لعبة الشطرنج. مين جاوب صح مين جاوب غلط؟ كله صح. أيوة جيبوا فلوس خبوا فلوس حطوا فلوس. أيوة 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 أيوة. السؤال الثالث ها شوي سؤال تريكي تريكي يعني فيه لأنه كلهم من كلهم بيحكوا إسبانيولي. أي بلد يشتهر بأكلة التاكو؟ مريم ركزي معي مريم تريكي الأولاد. أي بلد يشتهر بأكلة التاكو؟ هل هي إسبانيا؟ هل هي غواتيمالا؟ هل هي المكسيك؟ سي سينيور. يلا عطيتكم الجواب. إذا حدا جواب غلط بدي أزعل منه. معز معز يا ياسر 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 ألو ألو إسبانيا. أسمعك منيح يا ياسر الديري. أنا قلت أيوة أيوة معك. أنا قلت غواتيمالا ه إسبانيا ه المكسيك سي سي بالإسباني يعني إيه. أنت شو جاوبت؟ إسبانيا. ليش بقى إسبانيا؟ إذا أعمل لك إسبانيا ه ليه؟ على الاسم. على الاسم تقريبا. طيب ماشي الحال. اللغة الإسبانية لا ما هو كلهم بيحكوا إسباني. مكسيك وغواتيمالا وإسبانيا بيحكوا إسباني. ومعز سمعت كمان جواب غلط. يا معز يا تونسي والله العظيم كنا دوبنا مش يا معز. أنا إسبانيا. ليش جاوبت إسبانيا؟ إسبانيا إسبانيا قريبة على تونس والله. مكسيك هي مكسيك. يلا إسبانيا هتفرز أنت. إذن الجواب هو المكسيك. وفرز معنا ياسر ومعز. ومين فرز معهم كمان؟ بعد حد؟ بعد معز. فرزوا اثنين. السؤال رقم أربعة كيفنا بالوقت يا شباب؟ السؤال رقم أربعة في بلاد الشام يعني سوريا ولبنان والأردن وفلسطين في تستعمل كلمة لحد هيك دلوع مدلل لا تنطبق على روي يعقوب. هل هي حباب غنوج أم حنون؟ مو بابا غنوج. هي بابا غنوج بلا نفس العيلة. غنوج مو لا هو حنون ولا هو حباب. نشوف الكل جاوب. لحظة أنا هيد من السعودية. ابنك هذا اللي قاعد جنبك ابنك اللي قاعد جنبك حباب ولا غنوج ولا حنون؟ غنوج. غنوج هذا ولي العهد هذا الكبير. بتعرفي تسوي بابا غنوج يا أناهيد؟ أكيد طباخة نمبر ون. بشرفك. بس بابا غنوج هذا أكل شامية. إيه من جد. اسمعي كنتك قاعدة جنبك على فكرة وهو مهند بيحبها يعني بابا غنوج. بشرفك. كنتك ما شفنا وشها لكنتك. قربي للكنة لنشوف. قولي لها تقرب. أيوة شديها. أيوة دي اسمعي أول مرة أنت صحبة مع كنتك ولا مو صحبة؟ دائما في حرب بين الحموات والكنات. لا لا اسم الله عليها كنتي حبابة. قديش حبابة ولا غنوجة؟ حبابة وولدي حنون. ومين الغنوج لكان؟ أنا. اديله الجواب. طبعا هو بابا غنوج. ومنشوف إذا حدا جاوب صح ولا حدا جاوب غلط. أرجونا والله أنا هيد ما في منها كل جواب صح.